هنا التقدم للأمام، محاولة التقدم والتسديدة وفي الشباك، الهدف الأول والكرة في الشباك، بداية وإذانا بهدف أول وفرحة أولى هنا حاضرة أمامنا، هدف أول إذا يأتي بسندا سيلفا، بيرجو سندا سيلفا يتقدم للأمام، التسديدة وفي الشباك، يضع الهدف الثاني، ركلة الجزاء يسددها بطريقة مستحيلة مستحيلة. خطيرة لفريق جونام، والهدف هدف عن طريق اللاعب بلانا، استغل الكرة داخل منطقة الجزاء، يسجل من خلال هدف التقدم لمصلحة فريق جونام. كرة تم استغلاصها في مناطق يونايتد سيتي، كرة داخل منطقة الجزاء والهدف الثاني، وأخيرا يسجل فريق جونام هدف ثاني بلمسة رائعة في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل وهي الأخيرة. بينما تعادل دايكو في اللقاء الثالث امام اوراوا، كره من بعيد صاروخيه هائله، هدف مبكر يحتفل باكر انزيكا بصاروخيه رائعه على يمين كاوس هينج الذي ارتمى فريق شاندونغ، كره عرضيه خطيره بالراس، متابعه الكره في المرمى، هدف ثاني. هونغ جي يونغ المدافع المتقدم يستفيد من راسيه بعد سوء الرقابه الدفاعيه، كيم جين حول كره، ركنية خطيرة، لمسة بالرأس، متابعة في المرمى، هدف ثالث لصالح دايجو، الهدف الثالث المنتظر، يحتفل به المدرب ألكسندر كاما بعد رأسية ليكيون. كيتا سوزوكي حضر كرة خطيرة للبديل هوسونغ، الكرة في المرمى، حتى بدلاء نادي دايجو لديهم الطموحات كاملة والحقوق كاملة في التسجيل وزيارة مرمى الفريق. ينطلق ويحول كرة ممتازة وبالقدم يصدها، وبالقدم يصدها ريكاردو سوتيل اللي دخل من جهة اليسار وعكس كرة لمر 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 يلا. فريق دينيزي بدأ يتقدم للهجوم، هذه كرة عرض، الله ما أجمل هذا الهدف، ما أجمل هذا الهدف، روعة 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 يا أعتقد باولو ماري سجل هذا الهدف من زاوية، يتقدم وحارس المرمى والمتابعة والهدف الثاني، الهدف الثاني، كرة مرتدة على الوصول، جيرارد دولوفيو اللاعب الإسباني يسجل الهدف الثاني لأودينيزي. يعني تحدثت عن الأسماء اللي ممكن تكون إضافة من الناحية الهجومية وهجوم آخر من بيونتيك، لكن الحارس المؤول بيراغي ينظر حوله، يلعبها عرضية، أودر يوزولا حرام عليك الإسباني، حرام، هذه 35 من 17 وتسديدة من بعيد، والثالث، خلاص، قضي النصف الأول، ثلاث نقاط حيصيروا ستة، والرابع، مش معقول، لا، الأحسن تنتهي بالنسبة لفريق فيورنتينا، أودو جي يسجل. على العكس من تورينو، هذه فرصة لتورينو، أول هدف في المباراة، الهدف الأول نعم يفعلها أنطونيو سانابريا، كرة عرضية يضعها في المرمى، يسبق المدافعين ويسبق موسو، فرصة لأتلانتا، محاولة دخول داخل منطقة جزاء، ركلة جزاء، الحكم يحتسب ركلة جزاء لأتلانتا، قام بمواجهة صربي، موريال يتقدم ويسجل بكل نجاح. يلعبها طبعا في وسط المرمى بعد ان اتجه الحارس، ركنية وتسديد على المرمى، يا سلام، ما اجمل هذا الهدف يا الفيرست تايم، روعة ديرون فيكتورين، وكرة امامية حلوة، فرصة وركلة جزاء لفريق تورينو، شد التعادل 2-2، لوكيتش يتقدم ولوكيتش من تحت الحارس، التعادل يتحقق لفريق الثيران، زاتشا لوك، هذه كرة بينية خطيرة، فرصة لتورينو، ثالث ركلة جزاء في المباراة، هدف الثالث لتورينو، هل سيكون فعلا هو ذلك؟ هو كذلك،
زاشا لوكيتش مش طبيعي لوكيتش داخل منطقة الجزاء والعرضية. هذا هدف رابع، هذا هدف رابع 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 رابع. الأمور تزداد سوءا وغاسبريني لا يصدق، غاسبريني لا يصدق. حلوة بينية، حلوة 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 حلوة، فرصة باشاليتش، الهدف الثالث، الهدف الثالث لأتلانتا. برافو 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 الكرواتي، عمل ون مباراة مثيرة، مباراة متقلبة. هذه كرة داخل منطقة الجزاء، الطلب من الحكم أن تكون هناك ركلة جزاء رابعة في المباراة. ها هو مورييل، مورييل مورييل، 4-4 4-4. يا على مباراة، يا على مباراة. بيريزيتش من جديد يحاول المرور، يا مرمى روعة، بيريزيتش تسديدة، هو الله 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 الله. أي هدف، أي هدف، أي هدف، أي هدف. الهدف الأول، الضربة الأولى، كرة هنا تسديدة قوية، والحارس من جديد، المتابعة من لوتارو، محاولة خطيرة لإنتر الذي يقترب من تسجيل الهدف الثاني. تسديدة بخارج منطقة الجزاء، يلعب كرة عالية عرضية، الله 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 الله. رأسية قوية بعد عرضية مثالية، وهدف التعادل لفريق بولونيا. تحسن كبير في أداء إنتر الهجومي، غير معقول غير معقول غير معقول غير معقول. خطأ فادح وفادح من الحارس، الحارس رادو يخطئ خطأ. ثاني يا اسطى، قاعد ثاني عاش عليك يا اسطى، عاش عاش. تعال صحيح، هلا محمد، جنبك محمد، ها جنبك جنبك. انا تعال عشان فوق فوق، عندك اثنين، عندك اثنين، ما كان ضربه جت